واحنا بنعمل لود تيست للكراور كرين، كراور كرين 250 طن تمام. زي ما احنا شايفين بنجيب لود معلوم الوزن، اللود ده 32 بالهوك بكل حاجه 33 وشويه يعني تمام، وفي وضع معين للكرين بيكون اكبر من الحمل اللي هيشيله. الوضع دوت حوالي حاجه 40 42 طن يعني، يعني هو في الوضع ده يقدر يشيل 42 طن، هو شايل حوالي 33 يعني سيفه. هنخليه بقى ينيم بوم يعني يقلل زاويه تمام. لما بينيم بوم ويقلل زاويه بيعمل ايه؟ بيزود الراديوس. طب لما يزود الراديوس الكباسيتي بتاعت الكرين في الوضع ده بتقل، احنا عايزينها التانيه تقل تقل لحد ما يوصل للكام؟ للقيمه بتاعت الوزن اللي شايله، فالمفروض يفصل ان ده هيخش في الاوفر لود، وده اللي بيتم من خلال المؤشره. طالما المؤشر عندنا في الاخضر فده تمام، لحد 90% هيبدا يخش ويديله ايه؟ بيقول له خلي بالك احنا داخل فين؟ تداخل في منطقه الاوفر لود، تداخل في منطقه الاوفر لود لحد ما يقرب لل 100%. ولو شفنا هنا اول هو شايل 33.3 طن، في الوضع ده يقدر يشيل 33.6 طن. هنتنينا نقرب لحد ما يوصل الكام؟ ل 100%. اوفر لود خلاص، اوفر لود دان رايت. وكده الاوفر لود دان اهوت، وزي ما احنا شايفين وقفت كل حاجه، وقفت عنده اهوت، والمؤشر جه عند 100%. فالاوفر لود بيفصل عند من 95% ل 110%، دي النسبه اللي هي المسموح بيها يعني. شكرا.